الكونسبت بتاعه ان دي عربيات مخصصه يقودها سائقات والراكبات سيدات، يعني ست بتركب مع ست، اللي بيقود العربيه ست واللي بيركب العربيه ست. دي الفكره باختصار يعني. فاحنا كونسبت مختلف خالص عن موضوع التاكسي، احنا نعتبر ليموزين او تطوير لليموزين. بس ده الفكرة كلها يعني من المشروع. هي مطبقة في أمريكا ومطبقة في يعني في كذا دولة أوروبية، وطبقت بقى لها حوالي 3 سنين في كذا دولة عربية. في 3 دول عربية طبقوها، لبنان وقطر والإمارات موجودة في دبي. والله احنا شغالين بقالنا حوالي اسبوعين على الموضوع ده والمشروع ده، وهنبتدي اوريدي كمان اسبوع في المشروع، وهنبتدي ناخد اوردر وخلاص، يعني كل حاجه هتبقى تمام. وبنقابل طبعا مواقف كتير جدا، بنقابل مواقف كتير جدا في الشارع. طيب بالنسبه للمواقف، انا اول ما ركبت التاكسي كنت فاكره ان الناس هتضايقني، لكن ده ما حصلش. بالعكس، انا لما طلعت بالتاكسي كنت المفروض ان انا داخله يمين، سواقين التاكسي وقفوا لي الخدمه لغايه ما عدي. في ناس مش عاجبها الموضوع، في ناس بتضايقنا في الشارع، بس هي كانك سايق ملاكي. هي الفكرة في البني آدم نفسه مش في المهنة. مشروع هايل جدا جدا، يعني اول ما سمعت بيه وشفته على النت فرحت جامد جدا ان في حاجه زي كده للبنات. على الاقل لما الاب يجي بنته رايحه في مكان انها هو مش قادر يوديها، وهيوديها مع بنت زيها فهيبقى مطمن عليها جدا وهي رايحه المشوار اللي هي رايحه. مشروع حلو جدا طبعا. انا اول ما سمعت عليه اتصلت بيهم، انا سمعت عليه عن طريق الانترنت على الفيسبوك، اتصلت بيهم حبيت ان انا اجربه كده، فنزلت فعلا ادوني ميعاد، في نفس الميعاد جالي التاكسي لحد عندي. نزلت لقيت بنت زيها. اولا حسيت بالامان، حسيت ان محدش مش مثلا زي سواقين التاكسي حد هيتكلم معايا بحاجه ما تعجبنيش، او حد هيقول لي كلمه ما تعجبنيش، او اي حاجه من الحاجات دي. هي انا شايفاها فكره لطيفه جدا، فكره السائقه السيده، وانه حاجه خاص بالسيدات، حاجه سيفتي، احساس ان حد بالامان غير لما الواحد بيركب تاكسي مش عارفه. الفكره كلها مجملها لطيفه جدا.